يوان هو الرجل الذي لم يستطيع أن يرى حبيبته، فاخترع شيئا عجيبا كان السبب في إنقاذ العالم بأكمله في ظل أصعب الفترات التي مرت علينا. هذه هي القصة الغريبة التي سنحكيها لك اليوم. ولد إيريك يوان عام 1970 في تايان بالصين، وعندما كان يوان يدرس بالجامعة كان يسافر في كل عطلة للقاء صديقته التي للأسف كانت تعيش في مدينة بعيدة، وكانت مدة السفر تستغرق 10 ساعات إذا كان يوان يستقل قطاراً، وقد تستغرق الرحلة مدة أطول إذا كان يوان يستقل حافلة أو سيارة. وقتها حاول يوان أن يجد وسيلة أو أداة تمكنه من التواصل مع حبيبته وجهاً لوجه بسعر أرخص من مكالمات الهاتف وتذاكر السفر الباهظة، ويكون اللقاء فيها وجها لوجه. بينما كان يوان يدرس بالجامعة وقتها أعجب كثيرا بعقلية وشخصية الملياردير الأمريكي رجل الأعمال بيل غيتس. ومرة أخرى في عام 1994 سافر يوان من الصين إلى اليابان لحضور أحد المؤتمرات التي كان بيل غيتس ضيفا فيها. وفي ذلك اللقاء ألقى بيل غيتس خطابا حول التكنولوجيا ومستقبل الإنترنت في تطوير العالم، والدور الذي تلعبه برامج الفيديو في عقد المؤتمرات في المستقبل، مما جعل هذا الخطاب يكون له بالغ الأثر في حياة ومستقبل إيريك يوان ككل. ومرة بعد أخرى أصبح يوان يحلم بأن يصبح مثل بيل غيتس ويعمل على تطوير العالم تكنولوجيا مثل ما يفعل بيل غيتس وشركته العالمية مايكروسوفت. هذا الحلم لم يكن ليصبح حقيقة أبدا إذا كان يوان يعول على الاستقرار في الصين، فمن المعروف أن خدمات الإنترنت سيئة وبطيئة للغاية في الصين، حتى أن خدمات الإنترنت في بعض المدن قد تختفي كليا. من هنا قرر يوان أن يبدأ في تحقيق حلمه ويغادر الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الطريق إلى تحقيق الحلم بالسفر لم يكن مفروشا بالورود كما هو متوقع، فالسفارة الأمريكية في الصين رفضت طلب يوان للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة 8 مرات على التوالي. وبالرغم من ذلك رفض يوان الاستسلام وظل يحاول ويجتهد حتى تمت الموافقة على حصوله على التأشيرة في 9. في بداية وصوله إلى الولايات المتحدة وبسبب عبقريته في مجال التكنولوجيا واستخدامه للحاسب الآلي، وجد يوان بسهولة وظيفة في شركة ويب إكس الأمريكية عام 1997. تتخصص هذه الشركة في مجال بيع برامج محادثات الفيديو للشركات التجارية الكبيرة، وبسبب صبره واجتهاده استطاع يوان خلال 10 سنوات أن يثبت جدارته للحصول على منصب نائب رئيس الشركة. وتزامنا مع ذلك كانت الهواتف المحمولة الذكية تنتشر في العالم بشكل سريع، وعلى خلفية معاناته في التواصل مع صديقته في الماضي باستخدام برامج الفيديو اقترح يوان على الشركة أن تقوم بإنشاء تطبيق محادثات فيديو على الهواتف الذكية، لكن إدارة الشركة رفضت التعامل إلا مع الشركات الكبرى فقط، ورفضت الفكرة رفضا قاطعا. أصاب يوان بعض الإحباط من العمل وفقد شغفه للذهاب إلى العمل في الشركة مرة أخرى. قدم يوان استقالته على الرغم من مرتبه الكبير الذي يقول عنه يوان أنه مكون من 6 أرقام، ولكنه قرر إنشاء شركته الخاصة على خلفية استهزاء الشركة بفكرته وتقليلهم منها. عين يوان في شركته 40 مهندسا وطلب من أصدقائه تمويل فكرته وشركته الناشئة، فأعطاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة ويب إكس 3 $1,000,000 لشركته التي كانت تسمى ساسبي. كانت المنافسة السوقية على أشدها بوجود أكثر من برنامج محادثات فيديو مثل برامج مايكروسوفت وسكايب وجوجل هانج أوت وبلو جينز نتوركس. وبالرغم من المنافسة لم يتنازل يوان عن عزيمته وحلمه، ورغب أكثر في إنشاء برنامج يجعل العملاء سعداء. أعاد تسمية شركته إلى زوم فيديو كوميونيكيشنز، وشهد عام 2013 إطلاق يوان لتطبيقه الجديد والذي جعله مجانيا بالكامل لكي يتم استخدامه من قبل جميع الناس حول العالم كله. حقق التطبيق نجاحا متوسطا، وكان يوان يزور بنفسه الشركات التجارية ليتأكد من استخدامهم الفعال للتطبيق. وفي الأشهر 6 من إطلاق التطبيق كانت حوالي 3500 شركة تستخدمه بالفعل في لقاءاتها واجتماعاتها، حتى جاء عام 2019
وكان هو العام الذي شهد التغير الكبير والنجاح الساحق لكل شيء، حيث انتشر فيروس كورونا وأجبر الجميع على الالتزام بمنازلهم، وجعل من الضروري استخدام برنامج تواصل مجاني وسهل لتسهيل عملية التواصل بين الناس. ومع إعلان بعض الدول الحظر الشامل للسفر والعمل والدراسة، أصبح من المستحيل التواصل إلا من خلال تطبيقات محادثات الفيديو تلك، ليحتل من بين كل تلك التطبيقات تطبيق زوم الذي اخترعه يوان الصدارة، وينجح في تحقيق التواصل الآمن والسهل بين الناس، كما استخدمته المدارس والجامعات من أجل توفير الدراسة بشكل إلكتروني وواضح لطلابهم. أما عن مجالات الحياة الأخرى، فكان لتطبيق زوم أيضا فعالية كبيرة فيها، حيث استخدمت المحاكم التطبيق من أجل استمرار المرافعات والقضايا، وقد أصبح برنامج زوم جزءا لا يتجزأ في الفعاليات العالمية والمؤتمرات الهامة التي تقوم بها المنظمات الدولية والوزارات وغيرها من المؤسسات. ولهذا قفزت قيمة التطبيق من 9 مليار دولار إلى 130 مليار دولار خلال عام واحد فقط، ليدخل هذا الرقم إيريك يوان إلى قائمة أغلى الرجال في العالم بثروة تقدر بحوالي 7 مليارات دولار. يمتلك يوان حوالي 22% من أصول شركة زوم لاتصالات الفيديو، وقد تزوج وهو في 22 من عمره، وعندما كان طالبا للماجستير في جامعة الصين للتعدين والتكنولوجيا في بكين. لديه 3 أطفال، وتعيش أسرته الصغيرة في سانتا كلارا بكاليفورنيا، كما حصل يوان على الجنسية الأمريكية في عام 2007.